بعد ما حطيت الملوخية على حمصة الدجاج راح أزيدها موية وأخليها تطبخ على نار متوسطة تقريبا 15 إلى 20 دقيقة. خليت الملوخية تطبخ على نار متوسطة والحين بسوي آخر فقرة، أحمس ربع حبة بصل بزيت وإلى أن يتشقر تماما. البصل هذا راح أضيفه على الملوخية وأسكر عليها الغطاء والنار، تعطيه نكهة مرة لذيذة، وخليها تقريبا 5 إلى دقيقتين بس وأصير أقدمها.